يا مساء الفل والهنا وحشتوني آه النهارده انا عايزه آه اخوض معاكم تجربه كده شويه آه عايزه ننفض عن نفسنا حاله الملل والزهق والمونوتون اللي في حياتنا ونبص حوالينا كويس ونشوف الحاجه اللي حوالينا واللي عايشين في وسطها لان احيانا ما بنشوفهاش كويس قوي واحيانا ننسى معالمها من كتر الزهق والملل والمشغولية الدماغ بحاجات تانيه محتاجين ان احنا نبص حوالينا لان في حاجات كتيره قوي البلد دي كانت بتعملها و... وعايزينها تكمل تعملها طيب يعني ايه يعني في حاجات في حياتنا كانت بتتعمل في مصر صنع في مصر بيور جدا ويمكن تكون اختفت انزوت موجوده بس احنا مش واخدين بالنا دي حاجه هنشوفها وايضا في حاجات صنعه في مصر بيور وبتتبلور وبتتلمع وفي ناس بتحاول تزقها لقدام كل اللي انا بطلبه اننا نبص لواقعنا بعين راضيه بعين حبة بعين مصدقه ان صنع في مصر دي كلمه حقيقيه وبتطلع منتج حقيقي ومحناش عجزه ومحناش كاتعه يعني مش كاتعين ومش عاجزين وايدنا مش مقصوصه نعرف نعمل حاجات كتير وعلى فكره كنا بنعمل حاجات كتير هنشوفها ذهبت مع الريح ولا موجوده محتارين يلا بينا شعار من الابره للصاروخ ما كانش من فراغ كان ممكن تركب عربية رمسيس المصرية وتاكل شوكولاتة مصري وتطرقع لبان بمبم وتكتب في كشاكيل رومني وتحط كولونيا تلات خمسات ولو قافش يعني قوي ابقى حط اسمه والشبراويشي ده في زمن كانت مصر بتعمل فيه كل حاجة من الإبرة للصاروخ بجد زمن عدى وفاتنا وبقينا واقفين لوحدنا، وكأننا في يوم ولا كان عندنا صناعة ولا تاريخ نتسند عليه. <متصفيق> إنتوا مصدقين مصدقين اللي شايفينه هقول لكم من فتره كده يمكن ايام رمضان بعد الفطار بقوا وقاعدين نشرب عصاير وبتاع في حد قال كل العصاير جميله جدا بس يا سلام فين ايام اها يا سلام على الجمال والنوستالجيا والحنين فحد قال مالها فين ايام اها ما هو موجود فقال له يعني ايه قال له اها موجوده انت عبيط ولا ايه قال له فانا قلت كمان يا نهار احوس طب احنا ازاي مش عارفين ان اها موجوده مش كل الناس عارفه ان اها موجوده اها موجوده اها اهي <غيرك> <applause> انا كان يعني مش مصدقه بصراحه فقلنا نروح اها ونشوف ليه احنا عندنا منتج جميل قوي كده عشنا معاه العمر اشك اننا في يوم من الايام اشتكينا منه لكن حصل تحديثات على السوق وحاجات تانية دخلت كلها جميلة وعظيمة لكن الورد واحد الواحد بيحن برضه يا اخي اللي هو عيل كان بيشرب ايه وبيحب ايه وطعم الحاجه كان ايه فقلنا نستضيف الساده القائمين على قها السيد اللواء الدكتور هاني مدحت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركه قهى والاستاذ شوقي ابو الخير مدير عام المتابعه والاحصاء صح تمام تمام اللواء هاني جديد شوية على الشركة أستاذ شوقي بقى من الأول تقريبا من الأول صح؟ إن <applause> طيب ممكن أسأل سؤال ساذج وعبيط وقبلها قبلها, <تصفيق> قبلها. <تصفيق> ليه مش كلنا عارفين إن في أها في السوق؟ لا هي طبعا أها موجودة وموجودة من زمان هي الحمد لله هي أها بتخاطب فئة معينة من الشعب بتخاطب اللي هو محدود الدخل م. واللي هم متوسط الدخل طب انا متواجد فين بقى م. انا متواجد في جميع المجمعات الاستهلاكيه م. الفاميلي ماركت م. والنيو ماركت بتاعه التموين م. انا متواجد في ألف نقطه بيعيه خاصه بوزاره التموين م. م. انا بخاطب فئه معينه من الشعب م. الشعب ليه اللي اللي عشان اسعارك نص اسعار السوق ولا عشان هو اللي... على فكره يعني احب اعرف حضرتك ان انا يعني اجزم ان شركه اها احسن منتج في السوق هو بتاع اها طبقا للمواصفات والجوده والصنعه وكل حاجه احسن منتج في السوق بتاعها ايوه طبعا حضرتك من حقك طبعا تقول كده واحنا من حقنا نصدق على الكلام ده لو واقعي يعني تمام. كل واحد في شركته بيقول كده بالظبط بالظبط واحنا مش موجودين النهارده عشان نقلل من قدر اي حد تاني خالص بالعكس تمام. السوق كل ما كان فيه تنوع وحاجات بتتعمل في مصر ومصانع موجوده وايدي عامله وقدره شرائيه وهات وخد الحياه موجوده بالزبط. لكن انا يعني اوكي حضرتك تقولي انا بخاطب الفئه الاقل دخلا تمام عشان غير انك احسن منتج عشان الاسعار الاسعار طبعا انا عايز اقول لحضرتك حاجه يعني انا مثلا علبه المربى اللي هي عندي انا بيعادلها الشيء اللي بتتباع مثلا في الهايبر ماركت الكبير الفلاني ب 8 جنيه ونص او 8 جنيه وربع انا ببيعها ب 5 جنيه وربع انا ببيعها باعلى جوده وبسعر مناسب السعر اللي هو يقدر المتوسط في الجمهور اللي هو متوسط الدخل متوسط أو الدخل اللي هو يعرف يجيبها يعني انا اعلى منتج واحسن منتج وبسعر مناسب ان هو يقدر ان هو يتحصل عليه طيب تعالى بس نفتكر مش نفتكر احنا نفتكر تمام. حضرتك اللي تفكرنا حضرتك استاذ شوقي تمام احنا كنا طبعا العصاير البرتقان والمانجا والبتاع دي كانت الملكه ايوه خلاص وكان في والفول انا فاكره يعني انا فاكره ان امي كانت بتقول لي انزلي هاتي انا مش عارف ايه وفول ومربى فتات فتاه ما بتقوليش الاسم فانا راح اجيب قهوه وراجعه أه يعني طبعا. ما عنديش تشويس تاني لكن ما كانش انتوا تقريبا احنا تقريبا جيل واحد ايوه احنا ما كانش عندنا تنوع في المنتج خالص يعني فتره كتيره في الستينات فتره النكسه وما بعد النكسه وفتره حرب الاستنزاف والكلام ده كنا ما عندناش الا حاجات يعني هي هي مفيش عندك رفاهيه انك تنقي. أيوه. لكن ما كانش عندنا شكوى، يعني انا اقدر اقول لك ان احنا كنا وقتها وتفتكروا معايا مثلا كنا ناكل الجبنه الرومي ونقول عليها صابون. ما كانتش الجو النوعيه كويسه. أيوه. لكن انا ما اتذكرش ابدا ان احنا اشتكينا من الشركه دي. بالزبط. من المعلب اللي كان فيها. تمام. ان كان كان مربى ولا كان آه مخللات و... او معرفش انا فاكر مع جديده ولا قديمه لا قديمه من ايامها منتج اساسي من منتجات الشركه فاللي مخلينا النهارده نقعد مع حضراتكم ان احنا عندنا منتج مصري اصلي قديم موجود <تصفيق> موجود <applause> ده رفع جدا ايوه تمام و... والبرودكت جيد وهنشوف دلوقتي وسعره مناسب ابن حلال بالظبط مش كده تمام وده بيقول لنا ان انت لو حضرتك عندك 26 الف نقطه بيع على 90 مليون يبقى ده قليل ولا كتير في كل المجمعات السلكية اللي موجوده في في مصر فاميلي ماركت ونيو ماركت يعني يعني تحتاج مثلا تبقى الدبل تبقى احسن احسن برضو في جمعيه لا انا موجود الحمد لله ومنتشر المجمعات السلكية بتغطي جمهورية مصر العربيه كلها طيب وبنصدر وب... وبنصدر بالظبط بنصدر ايه أنا بصدر أساسا لليمن وللسعودية وبصدر برضو في دول صدرت فيها للإمارات وللكويت وسلطنة عمان وبنصدر لأمريكا واستراليا وفرنسا بصدر شغال في التصدير وده بيوفر لي عملة صعبة م. أنا بصدر تقريبا في السنة بما قيمته خمسة مليون دولار م. بدخل عملة صعبة للبلد م. فأنا برضه أنا عايز أقول لحضرتك أنا بنتك في السنة تقريبا خمستاشر ألف طن م. نصهم بطلعهم للتصدير لان انا محتاجه التصدير لان بيفيدني في العمله الصعبه عشان يشغل لك ال... اه طبعا العمله لكن, داخل لكن بلد. تقدر انا ب... مع... تسامحني ايوه مبلغ مش كبير ال 5 مليون دولار ده يعني هو تقدر إن شاء تعمل قده الله... مرتين ثلاثه اربعه بالظبط احنا ان شاء الله في تطوير في الشركه احنا كان وسياده الوزير دايما عم بيعمل معانا مؤتمرات مستمره علشان بندرس التطوير في شركة أها، وطلب مننا إن احنا نعمل دراسة جدوى على التطوير، والحمد لله مجهزين الدراسة، مم. احنا في طور دلوقتي إن احنا نشوف التمويل وهنشتغل وال... إزاي، لكن إن شاء الله شركة أها كانت شركة رائدة مم. في الصناعات الغذائية في مصر، مم. وإن شاء الله الفترة الجاية برضو هتكون هي الشركة الرائدة وهي القاطرة اللي إن شاء الله هتاخد كل شركات الصناعات الغذائية في مصر وهتعبر بيها للمستقبل إن شاء الله، أنا بوعد حضرتك بالكلام أمين. ده. حضرني. مع حضرتك احنا ابتدينا سنة كام؟ سنة 40 حلو قوي كانت قطاع خاص؟ كان الشركة قطاع خاص تحت اسم المصنع المصري للأغذية المحفوظة حلو قوي في سنة 61 في اه. التأميم تم تأميم الشركة وتغيير اسمها شركة النصر للأغذية المحفوظة قها وضم اه. ليها أيام التأميم سبع مصانع اه. من الشرقية ومن اسكندرية ومدرية التحرير بالاضافة للمصنع الرئيسي اللي موجود آه بعد كده حضرتك آه تحولت لقطاع الاعمال العام م. وتم تغيير اسم الشركة لشركة قهى للأغذية المحفوظة اسألك هو سؤال وش واضح. يعني سؤال صريح تفضل. تفضل. من 40 ل61 حالنا حال؟ من بعد 61 بعد التأميم، حالنا أعلى ولا أقل ولا رحنا لا هو من بعد التأميم حضرتك كانت شركة أها هي المغذي الرئيسي على الأقل للقوات المسلحة أثناء حرب الاستنزاف حضرتك اتكلمت عنها وأثناء حرب أكتوبر مم. وأنا أفتكر إن المهندس عزيز صدقي إيه في آخر حديث له في التلفزيون خص شركة أها يمكن ساعة كلام عنها وكان بيهاجم إزاي الشركة دي اتخصصت ازاي تخصصت؟ بعد كده اه ازاي شركة 98 تخص... سنة 98 طيب. تم خصخصتها ابتدينا بإيه أعلى منتجات كانت سنة 40؟ إيه اللي كان الحاجة اللي يعني المنتج اللي... الأساسي لشركة أها اللي حضرتك قلتيهم الصلصة آه. الفول آه العصاير والمربات حلو قوي تعالى نخش على إيه ده. ده؟ ده عصير المانجا ده <applause> معلش عشان دوافري هتتقدم لازم إيه؟ <تصفيق> <تصفيق> بص بص والنبي فاكرين الرسمه دي لاحسن في ناس نسيتها وفي حاجه والله العظيم انا صغيره بحبها جدا الراجل ده راجل الدراعات البسله ايوه كان <applause> البادج حضرتك قلتيه اللي هو بتاع اللوجو اللي بتاع دراعات البسله كان مخصص للخضار اه واللي هو اللي فيه صوره البرتقال او التفاح العاديه دي, دي الفواكه اه ما هو انا بحضرتك يعني انا شرع عليك عادتك فعلا فاكره انا بجيب من الذاكره انا شايفة دراعات <applause> <applause> بصدر المنتج ده لليمن والسعوديه آه. وما بيحبوش يجيبوا غير الله. المنتج ده اللي هو الصفيح آه. يعني هم ب... احنا قبل كده بعتنا اللي باك رفضوها آه. وما تقدريش حضرتك تغيري الشكل ده اه, آه. عندهم هم آه. عايزين, عايزين كده عايزين, عايزين المنتج زي ما هو كده الصفيح ده بسم الله يا سيدي والنبي ها ريقك جري الله 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 الله, الله, الله انا نعود دوي بقى الله الطبيعي بتصحيطنا دلوقتي والله عن سبع آه 8 ده سنين ده مشروب طبيعي بدون اضافه ده اي مواد دي دي مهمة صناعيه مهمة قوي. اه لا زال لا زال لحد دلوقتي كله منتج طبيعي كل اللي علي لا عليه مكسرات صناعيه طعم ولا. كل المنتجات بتاعتنا طبيعيه هل ده اللي بيميز ال ال لحد دلوقتي ده ايه ده؟ ده ده المشمش عصير ده المشمش, المشمش ده على فكره ده عمر الدين اللي هو اللي عمر الدين ده بدل كان عمر الدين في رمضان ها انا يعني على فكره في رمضان كانت كل الناس بتاخد مننا العصير المشمش ده لان العلبتين كان 8 10 جنيه مكان ليا لفه قمر الدين اللي هي تقعد شهر في البيت بالظبط لاحظت حاجه حضرتك ان الدين اللفائف مش من المشمش الله لا 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 يعني اقل حاجه فيه هو المشمش امال ده, ده عصير طبيعي. وقرع عسلي وحاجات زي كده وبيتفرد آه. والناس متخيله ان هو مشمش هو مش مشمش واتحدى ايوه الطعم واتحدى مش اصلي كده ما كانش بالزبط. اصلي السنه دي ما اعرفش سيادتك سات. ده مشمش مش وسكر بس ده بيتخفف ده احنا مركز و... مركز وبيتخفف بالميه طيب دي تعمل اظن لا دي تعمل, تعمل كوبايه كامله صح دي تعمل كوبايه هو حضرتك العلبتين بتعمل شفشق اوكي مكان يعني مكان لفه امر الدين وهاصور المتزوج برضه كويس كده أوه. ايوه دوقي بقى مش مش بقى اه ايوه ايوه مزازة موجودة وبتاعت آه. المشمش وكده وسكره لذيفة ما مش محتاج نقدرش طبيعي. عندنا, محتاج عندنا محتاج لما أظهر في شركة قهر نضيف أي حاجة مم. يعني في شركات بتستخدم القرع العسل على فكرة مم. يوفر سكر ويوفر خامة احنا ما نقدرش اسم أهو منسوبة للأليوبية وللأمانة هي بلد بلد زي كتير من مدن مصر بس بقى مشهورة ببلد النص ضحكة بلد أول مصنع للأغذية المحفوظة فيك يا مصر واللي كان أي فرح لازم يكون فيه شربات منها وأي تلميذ أكيد أكل من خيرها ومنتجاتها قها للأغذية مش مجرد شركة قها التاريخ عايش ولسه هيعيش لو بس في يوم فكرنا في المستقبل صح طيب هسال سؤال الصلصه دي انا بقى عايز حضرتك تدوق الصلصه بقى حضرتك ست بيت بقى اصل انا ما عارفيني هم انتوا عارفيني بموت في انه لما بعمل اكل أنا يعني في البرنامج بطلعه يعني صلصته حمراء لازم أيوة. اشوفها حمراء ما بحبش الاكل البامبا ايوه ف ودايما بحط صلصه كتير ايوه بحط صلصه كتير الصلصه بقى بتاعت شركه آه؟ احط مجوله من مدي. دي دي زي دي, 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 دي بس أهل. دي عبوه صغيره دي عبوه ناخد ال طيب ده اصلي يعني ده ما احط منه في الطبيخ يبقى لونه اه, طبعًا. آه طبعًا. طماطم لأن... وملح بس حضرتك آه. لا فلفل احمر ولا مم. الوان صناعيه ولا اي حاجه مم. ولا مكسبة طعم ولا, ولا لون ملح. فقط لا غير هل ده اللي بيخلينا مثلا ساعات يعني ما باجي اطبخ انا مثلا طبخه حاجه مسبكه فبحط برطمان الصلصه تقريبا كله ما في الحله حاجة. ما آه حاجه الاقيها كده بالظبط ده ده المقدار اللي انا ممكن احلي بيه حلة بسله ده يعني تركيز 21% احمر بيه حلة بسله ايه؟ تركيز 21% حضرتك لو حطيتي معلقه منه آه في الطبيخ آه تكفيكي حضرتك جربي حضرتك آه حتى أنا مش عايز ابيض إيه؟ معلقة عايز اغرف حضرتك عايزه تعرفي حجم الصلصه اللي انت محتاجاها آه لطبخه عاديه اه 50 جرام من ده اللي هي قد ايه من البرطمان؟ كنا عاملينه احنا في في بلاستيكيه اه طبخ يعني قد الطبخه الواحده اللي الطبخ هي تفعص أيوة. كده اه اه طيب. وحاليا الرئيس من ساعه ما تولى امر الشركه دلوقتي بنعيد تاهيل الخط ده عشان هينتج تاني ان شاء الله في التطوير يعني يعني انا عايز اقول طب العلبه دي بتتباع بكام؟ ايه؟ دي تمنها 3 دي اللي هي 300 وعشرين جرام دي ب3 جنيه وربع اللي هي بره آه. ب 5 جنيه ونص نص الثمن يعني وعلى فكره الشركه اللي هي بتباع 5 جنيه ونص بتصنع عندنا بتصنع على الاصلي وساق التخلص بتصنع البوريه عندنا في في الشركه عندي اه دي حاجه مهمه انه حضرتك ممكن تعمل زي الايسانس مش كده؟ آه. مركزات مركزات اه والناس تاخده تخففه وتعمل منه بالظبط هو ده اللي بيحصل اه عندنا احنا الخط الرئيسي في جمهوريه مصر العربيه لانتاج مركزات مصر طيب يعني انا بالبرطمان ده حضرتك بتقول ده 320 جرام ايوه ده 320 جرام يعني ال 50 جرام يعملوا هنا فيه ستة طبخة. ستة طبخة. ستة <applause> في 6 طبخه 6 طبخه بالظبط 6 طبخه في 3 جنيه وربع يا اولاد مش انا باخد البرطمان بخمسة ونص في حله والله العظيم اه بتلاقي عليه فلفل احمر ليس طعنا على حد كل واحد على فكره حضرتك منتجه عظيم وجميل والصلصه الثانيه تلاقيها كلها مملحه هو بيضيف نسبه ملح بيستعوض التركيز بتاع الطماطم بالملح انا بقالي كتير لا جربي حضرتك لا انت مش هتشوف حضرتك عايز ترجع ايوه. بحاجه مني لا 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 لو عايزين نجيب تاني احنا زملاء اه طبعا اصدقاء احنا فعلا زملاء ادي ايه ادي الفول صح؟ ايوه أنا مش انا شايفه صح حضرتك ولا ايه؟ ان شاء الله ها ده فتح كلي إيه؟ الغطا كله بيتشال طيب. عشان ما نتعبش ست البيت بتفتحها سوري أو... حاجة عليك؟ لا لا مش مشكلة لا ما جاتش ما جاتش <applause> اوكي خلاص؟ <applause> مش عايزة حاجة تيجي عليا الجلابية يا اخويا جديدة شايفين يا بنات شايفين يا صبيان شايفين اللي بتطبخوا العرايس الله 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 الله, الله <applause> حضرتك علبه الفول دي عندنا بنبيعها ب 3 جنيه وربع اللي هي حضرتك بره بقى بتتباع تانية في الهايبر ماركت الكبير ب 6 جنيه <تصفيق> 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 طب بصوا الهرس بقى عشان في علب ساعات بجيبها مش بهرس الفوله اخبطها في عين حد عشان تتخ... تتهرس بصوا ما فيش والله فين الكرين شايفني بجد والله العظيم مستويه جدا ده بيتدمس ازاي بقى ولا بتعملوا فيه ايه طريقه علميه لا عندنا في خطوط انتاج بتعمل نعمل فيها الفول عندنا ترشي وعندنا شربات استنى انا بحب البصل في بصل كل حلقه طرش كل بصل بس <applause> في بصل في زيتون في لون بالأصفر في ليمون سادق في طرش مشكل في فلفل اه طعمه كويس حرق سنة. هسه ايوه انت بقى ذوق الشعب المصري يحب اللي... <applause> رب مشرق اه ده حلو قوي ده حراق سنه اللي هو الناس عايزه كده أيوة يعني ايوه بالظبط وبرده المخللات حضرتك مفيش اي مخصبات مفيش اي اضافات تخليل علمي لو بنحط حاجه عشان يسوي التورشي ولا يسوي الليمون ولا الكلام ده كله طيب ده شربات فراوله ده فراوله, فراولة وفيه ورد وفي ورد حضرتك في شربات ال بقى حضرتك محمد روجدي وما كان بيغني الشربات قهوه فين ده فكرني كان بيقول شربات ورد مكر في الاغنيه بتاع أوه الفرح آه هو ده طيب انا المفروض احط لسه غطأ... مقفوله سوري لا غطأ... هات حضرتك هتفتحها سوري اهي خد اتفضل بسم الله برضه ده شربات المانجا بقى الفواهه واسعه فحضرتك حزبي بقى اوكي ده مانجا خلينا ناخد ده مانجا برضه شربات يتحل برضه كده كفايه على الكوبايه؟ لا زودي شويه حته حضرتك بقى <applause> هنا المذاق هو اللي بيفرق حضرتك بقى عايزاه بسكر قوي اه عايزاه اقل حسب الميه اللي فيها. وطبعا بيفرق مع التلج يعني بمنتهى الحرص والله واسعة استنى والنبي يزن يقع يا بتاعه بس <applause> يا منظر يا طبعا في ناس لسه بتستعمل الشربات مع لا. ان في ناس جدا بطلت ده, منتج استراتيجي عندنا خصوصا في الصعيد اشمعنى يبقى هفتوا عليه يعني أوه. احنا كنا الشربات الاحمر بالذات صح آه كنا في معارض اهل رمضان كنا عاملين 12 منفذ ده 14 ارس مش كده 14 منفذ في حوالي 12 محافظه يعني كميه الشربات الورد والفراوله اللي بعناها لا, لا يمكن تتخيليها يعني ربنا يجعل ايامنا افضل الاطفال حضرتك ليه عشان بقى عشان اللون الاحمر اه طبعا بيعملوه بقى يضيفوا عليه المهلبيه بتاع حاجات كده الست بقى اللي عايزه لحضرتك ان الشربات ده انا بنتجه في مصنع القرين ببعت عربيه <applause> بنبعت العربية بتنزل في المنفذ عندنا في الطابق في اسكندرية. العربية قبل ما بتنزل البضاعة بتاعتها بتتشال. <applause> الناس بتقف هناك طوابير عشان تاخد البضاعة بتاعتنا. ايه اللي يخليك توصل لكل الناس وما تقوليش انا موجه للاقل دخلا او كده؟ ايه؟ لا انا انا زي ما قلت لحضرتك ان انا متواجد في السوق متواجد في كل المجمعات الاستهلاكية. هو بقى اللي عايزني يروح لي عارف مكاني. اللي عايزني يروح ل... اللي عايز اهل هو للاسف طبعا الجيل الجديد ما يعرفش اهل ايوه ما هو ده اللي انا عايز للأسف اه بالظبط هو الجيل الجديد ما يعرفش اهل لكن الناس اللي هم ابهاتهم واهلهم عارفين اهل ايه اللي معطلك ايه اللي عايزه هو ان شاء الله التطوير اللي هيحصل في الشركه ان شاء الله برعايه سياده الوزير ان شاء الله يعني شركه اها هيحصل فيها طفره كبيره جدا. امم ليه؟ ناحيه ايه؟ هل الخطوط الانتاج كلها، هنجيب بقى خطوط تجاب. احدث خطوط آه. انتاج و... نحتاج مثلا حاجه التعليب، انا شايفه ان التعليب اتغير، ت... يعني أيوة العلب العلب تراديشن، العلب تقليد قديم احنا يعني. يعني على فكره شايف. هو الصفيح ده اللي التصدير، انا بصدره اساسا، لكن انا في السوق المصري المحلي انا شغال في اللي اللي هي ال وال اقول لك حاجه في قلبي ايوه أنا لو بشتري هاخد العلبة اللي شبهي وأنا صغيرة أيوه يعني أوعى تبطل يعني أرجوك ده أنا بقول لحضرتك السعودية واليمن مشترط علينا إن هو ياخد العلبة الصفيح أه حتى دي لا ما كانتش موجوده دي دي بتروح اليمن دي حضرتك اليمن بالذات بيطلب اللعبة دي لا في كان في عبوه ثالثه حضرتك اه صح دي كان أعلى كانت قد علبه الصلصه الصغيره ايوه, آه آه وفي كان في لها عبوه ثالثه آه, 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 آه. اعلى شويه نفس الحجم ده بس اعلى اه تلت يعني تلت نص كمان آه آه واحد ونص دي كان بتبقى 275 جرام 275 جرام ودي 365 ودي 170 الصغيره دي 170 دي دي حضرتك جي 170. جي دي 170 دي 365 لا انا بتكلم على عصير ايوه اوكي طيب 375 طيب. اللي بيبيع معاك دلوقتي في الاطفال والمدارس ده ولا إيه؟ اللي آه ده ايه؟ اه ده مش ملاحقين من ده لحقوا النبي اه اه لا ما هو ده لحقوا ليه؟ اللي... <applause> اه واللي هو اللي واللتر كمان ودي اه اه ده حجم عائلي انا متكيفه جدا يا حليله والمربى المربى بالظبط ده فرح وش اللي قدام حضرتك دي فراوله فراوله وتين ومش مش احنا جايبين طب في نارنج حضرتك بتعمل آه مرمرات بقى فاكره حضرتك طبعا بصراحه صديقه انا اجيما يعني احنا بنقول اه صديقه الاسره فهنقول بقى بعد ساعات صديقه اه طبعا حافظه <لأنه حظت تصفيق> تاريخ اكتر اي حاجه بتحصل في بلد ده فراولة حضرتك التكة دي صحية جداً لما سأ... تسمعيها ال... تطمني للمنتج شايف بقى عشان الإشراف على الجودة أيه. والبتاع مش عارفه اطلع استنى بقى أيوة بتاع الشنجاوتشات واحنا صغيرين نورتوني وشرفتوني احنا اكتر ونتمنى انه المره الجايه نحتفل مع بعض وانتم محققين ان شاء الله 20 30 مليون دولار في السنه ان شاء الله محلوله كل مشاكلكم ان شاء الله انا عندي امل كبير انه المنتج ده بقى ما نبقاش كده حد مخدوع <هيه> يا حلاوه دي اها لسه ما فيش كلام ده أيوة. اها موجوده ملء السمع والبصر والبصر ليه طلب عند حضرتك يا ريت تخشي صفحة الشركة على الفيسبوك والبنك الإلكتروني بتاعها، شوفي تهافت الجمهور علينا في مهرجان القاهرة الدولي، مم. في مهرجان السوبر ماركت، في في المعارض أهلاً رمضان، شوفي شوفي انت هتش... أنا مش هجيب لك حاجة، لو حضرتك المعد دخل هيشوف كل ده بوجود أنا وتصور على الطبيعة، شوفي المحافظين وهم بيفتحوا المعارض ديت حصل يا باشا إن شاء الله يعني حاجات هتعجبك ارجوكم انا بشكركم جدا احنا بنشكر حضرتك ما تبصوليش في لقمتي <تصفيق> <تصفيق> عشان انا حاليا بحف نورتونا احنا بنشكر حضرتك على وطنيتك ويا ريت يبقى كتير من الشعب المصري زي حضرتك كده تسلم لي يا رب كلوا يا كلو مربى حلو قوي بالهنا <applause> <applause> والشفا حتة الصابون دي ليها تاريخ، ليها حدوته، ازاي بدأت هناك في فلسطين؟ وازاي استوطنت واستقرت في مصر؟ ما هي مصر حضن الكل غريب وقاصد باب الكريمه، يمكن ما بقيناش نسمع عن صابون نابلسي شاهين، مش لأنه اختفى، لأ، لأننا بقينا زي القرع يمد لبره، مع إن الإيد المفروض تتمد لصناعتنا الوطنية. وده في إيه؟ في زمن الدولار غلب الجنيه وش الفتره بتاعت نابلسي شاهين لما كان في اوج مجده وقبل ما كانت تدخل على صناعه الصابون الشامبوهات والحاجات دي هيعرفوا جدا او هيبان لهم قوي لما مثلا يكونوا بيتفرجوا على افلام قديمه ويشوفوا مثلا مشاهد فيها حد بياخد دش او بيستحمى او بيغسل شعره او بيغسل ايديه مثلا في الطبق ده وال الدورق. الدورق ده الريحه بتاعت نابلسي شاهين هتكون ماليه الجو زي عارف لما انت تتفرج على فيلم او تشوف حاجه وكنت في اللحظه دي بتعمل حاجه معينه فلما تشوف الفيلم تاني بعد عشر سنين هتشم ريحه الحاجه اللي كنت بتعملها وقتها ان كنت كنت بتاكل هتشم ريحه الاكل ان كانت المشهد في الحمام هتشم ريحه الحمامات وقتها كان كان ريحتها ايه وكانت الريحه دايما تعبر عن النظافه جدا يمكن ما هياش فيها كل العطر اللي موجود في الشامبوهات دلوقتي لكن ريحه النظافه اللي الواحد تحس انه بيفح ويشح ويرح كده نابلس شاهين آه عايش وموجود ورغم انه حصل عليه تعديلات او دخلت عليه حاجات من بره لكن بيرجع يتالق تاني لان احنا طول الوقت عايزين نشم عبق الماضي ودايما بنفلتر لما تحصل حاجات مستحدثات كتيره نرجع نقول بس الاصل وفعلا النهارده الاصل بيغلب هنعرف ازاي استاذ عبد العزيز خضر رئيس ديبا. مجلس اداره شركه نابلسي شاهين ايوه و... ومن... يعني مش بس ب... مش مهنة ده انت عايش جوه الموضوع جدا وواضح انه من, ال... من الأجيال من الأجيال احكي بقى المصنع أنشئ سنة 1928 الحاج الكبير الله يرحمه الحاج محمد شاهين أول صابونة زيت زيتون اتعملت في مصر وفي الشرق الأوسط كله وكانت الوحيدة ما كانش يعرفوا الشامبو ولا م. اي حاجه تاني وده الوحيد اللي كان كل الممثلين والفنانين من الاربعينات والتلاتينات كانوا بيستعملوا دي الوحيد لان ما كانش فيه سشوار ولا زي ولا شامبو ولا اي حاجه م. يعني حاجة مثلا نشوف شعر انور وجدي اورجزا اباظه والناس دي كلها كان كله حاجات طبيعيه م. كلها بزيت زيتون وطلع في عده افلام يام ليلى مراد ونجيب الريحاني وعده افلام الحقيقه وكان دايما متصور في فاترين وفي محلات كان لان هو الوحيد تقريبا آه. اللي كان موجود في مصر اه وده بقى بال حضرتك آه قول لي نابلسي شاهين نابلسي جايه من ايه من نابلس؟ آه لا دي كلمه حضرتك تريد مارك بتاعنا كويس تريد مارك بتاعنا اه وده بقى بال حضرتك ومتسجله باسمنا لغايه دلوقتي وشاهين لقب العائله ايوه بس سميتوه ناب نابولسي ليه؟ هل كان الفكره جايه من انه من نابلس مثلا لما كانت لسه تحت الحكم المصري يعني كان الملك فاروق هو اللي بيحكم المنطقه دي ولا كان ايه؟ لا هو احنا الصنف احنا سميناه نابولسي على اساس ان فعلا ده آه كان زمان بيتعمل في نابلس. آه واخده بقى حضرتك وجينا هنا سجلنا العلامه دي باسمنا اوكي واتحط لقب العيله بعد كده شاهين اوكي كانت الحته كبيره قوي 225 جرام وكانت وقتها بثلاثه قروش وستة قروش ونص ثلاثة قروش ده سنة كام؟ سنة 1935 وبعدين؟ اتطور بقى السعر مم. مع الغاله مع ارتفاع الاسعار مع الحاجات دي كلها وصل 35 قرش سنه أه 80 تقريبا <applause> يا يعني طب ايه كانت كانت 3.5 كانت ايه سنه 30 مثلا؟ اه في الثلاثينات يعني في 50 سنه بقى الدبل ايوه بقى لا. بقى اكتر كمان بقى 10 اضعاف 10 اضعاف تقريبا اه اوكي مع ارتفاع زيت الزيتون مع الخامات آه. مع الحاجات دي كلها واخد بال حضرتك آه. الى ان وصل آه في التسعينات وصلت حوالي القطعه هي حوالي أربعة جنيه تقريبا. امم. و... ف... زيت الزيتون كمان ده بيور زيت زيتون مش داخل عليه حاجه خالص. جليسرين طبي. جليسرين طبي؟ مع جليسرين طبي. عل... اه اوكي عشان, مع عشان زيت يرغي الزتون. مش كده؟ ايوه. أوه. عشان البشر كمان عشان نومة البشر كمان. ايوه قول لي بقى دلوقتي لما نرجع تاني نتكلم مع خبراء تجميل وبتاع تقول لك استعملي مش عارف زيت الزيتون، يا راجل ده فيه كريمات وفي مش عارف ايه يقول لك لا أيوة. ارجع هنا تاني. ايوه ليه بقى؟ لغايه النهارده كل دكاتره الامراض الجلديه في مصر اه يقول لك الاستعمال شاهين الاستحمام الكامل قبل استعمال اي علاجات او اي كريمات او اي حاجه. م. يعني دايما بيوصفوا بيه ودايما كان آه دكاتره باب اللؤي يقول لنا دايما آه حطوا في الصيدلات اللي حوالينا نابلس شاهين عشان احنا بنكتب دايما تحت بسم الله الرحمن الرحيم الاستحمام الكامل من نابلس شاهين قبل اي علاجات ولغايه دلوقتي يعني لغايه دلوقتي آه. بينصحوا بيه برضه مم. وده بقى ومع الغلة عملنا الحقيقه حجمين حجم 120 جرام مم. ولكن لازال الحجم الكبير الكلاسيكي القديم مطلوب جدا لغايه دلوقتي يكون. هي دي كانت كبيره وفي دم... في... لا ده في اكبر على فكره كان في اكبر كان في اكبر من كده كان اللي بتليم... انا كنت فاكره ما بشوف مثلا واحده بتحمي ابنها في الفيلم اه ماسكه كبيره اه كبيره اه كانت, كانت 25 دماغ. جرام مم. وبعدين وصلت 180 جرام برضو بناء على طلب المستهلك انا مع... يعني خليك معايا انا ما فيش مشاكل ايوه عايز اجرب ايوه آه. ده بقى لحضرتك و عملنا حجم عشان نبقى في كلول الناس كلها دي حوالي 2 جنيه تقريباً دلوقتي والكبيرة بتوصل حوالي 4 جنيه المستحيل والعبوات البيضة ده هي دي بتاع السوق المحلي دي بتاع السوق المحلي يعني هنا طيب هي نفس الخامة ونفس العلبة وكل حاجة بس الحقيقة السوق الخارجي في دول العربية في السعودية وبعض دول أوروبا طلبوها تبقى علب كرفت زي دي مم. يعني علب اللي هو لون الطبيعه بتاع عشان يمشي مع طبيعه زيت الزيتون يعني مم. هو ده على فكره الريحه بتحلو مع المية ايوه بالظبط بت... اه ليه ما يعني بقت بتظهر آه, آه بالظبط فواحه آه. آه. حلوه والله العظيم وبعدين آه. نعمه نعوميه ايوه تفضل اتفضل دي حضرتك احنا بنستحمى هنا مفيش مشاكل يعني ايوه اه دي حضرتك آه بتروح دول الخليج وبتروح لبنان اه دي اسمها غار النابلسي اسمها آه. غار النابلسي آه نفس الخامه وكل حاجه ولكن آه بشكل معين وليها عليا كده على سنها ما تتعلق في اي حاجه تقعد يجي شهرين ما تدوبش بعد ما تستعمليها بتعلق في الحمام بتعلق في الحمام على بس علشان بس علشان فواحه فواحه وما تدوبش اه ما ما تدوبش ما اصلها التكوين مش هتدوب ازاي دي متعلقه في الهواء بس كده احنا عشان كده عملنا لها ده عشان تعيش فتره كبيره قوي اه يعني دي مثلا بتعيش شهر الحته الكبيره ده هي. مم. دي ممكن تعدي شهرين اشمعنى؟ عشان العليا دي بعيده عن الميه بعيده عن اي حاجه اه وهذا حضرتك. اه بقى اه لحضرتك وبعدين كل ما تستعمليها دي او العاديه ده تحطيها على جنبها كده ما تحطهاش كده ليه؟ تحطيها كده تنشف اكتر الهواء يخبط فيها من كل ناحيه آه. تنشف وتعظم اكتر تعيش اكتر واكتر اهو يعني ما تحطيها في الحمام حطيها على سيفها كده مش نايمه على بطنها ايوه بالظبط علشان تاخد اقل كميه اكتر كميه هواء هواء بالظبط فتبقى ناشفه مش ايوه ايوه هي هي نفس الخامه ونفس كل حاجه ولكن الشكل ده آه. بيروح الخليج مطلوب هناك اكتر اه لانه بيحبوا الحاجه الطبيعيه قوي العود الطبيعية. والزيت الزيتون وال... ايوه بدات فعلا بعض دول الخليج زي الكويت تطلبوا مننا بريحه العود بريحه العود مم. وفعلا بدانا نعمله واخده بقى حضرتك ولكن الاساس بيبقى زيت الزيتون والجليسرين أوه. لكن طبعا حضرتك عارف الحاجه الوحيده اللي بتشم دايما هي الصابونه يعني أوه طبعا أوه. الولد الصغير الراجل الكبير عام 80 سنه م. المنتج الوحيد اللي دايما يشمه قبل ما يستعمله هي الصابونه فالكل قال لك لازم تحط لنا ريحه عليه وت... وتبتدي تعطره م. فاحنا فعلا بنعمل تجارب دلوقتي وهنعطره باذن الله وهننزل السوق المصريه منه المعطر ده بصوا اولا ناعمه و الملمس الجلد اه صحيح عشان الجلسين الطبي اللي فيها كمان مم. اه ده حاجه مفيده جدا, جدا. انتوا بتصدروا دلوقتي او خليني اسالك تاريخيا لما كنتوا ملوك السوق هاي. وبعدين ابتدى يدخل عليكم الشامبوهات جديده بالظبط حصل لكم ايه بقى احنا زي ما احنا نفس نفس الاستهلاك نفس البيع زي ما احنا وفتحنا اسواق بره كمان ليه ايه اللي خلى الناس أو زبونك يتمسك بالصابونة النابلسي وهو ما ب... في شامبوهات وفي مش عارفة بالظبط آه. آه. اه اه ليها عشاقها الصابونة دي لغاية دلوقتي آه. ليها عشاقها لغاية دلوقتي آه. والشباب الجديد بدأ يتمسك بيها لأن طبعاً الأب م. والأم يعني فهموه الجودة والخامة بتاع زيت الزيتون والجلسرين بتعمل قد في الجسم وفي الشعر م. فبدا الشعر فعلا بدا احنا في المجمعات كلها دلوقتي مم. وبدا فعلا الحمد لله طلب عليها كويس قوي او من الجيل الثاني اللي هو الشباب العشرينات والثلاثينات. طيب دي في يعني تفرقه ما بين الوش والشعر؟ كل واحد زي بعضه طيب كل واحد والنبي طيب. حاجات جميله وسعرها يجنن. انا بقول لحضرتك عندك الخامه زيت الزيت الزيتون نفسه بتجيبه منين؟ من اليونان ومن اسبانيا. لو كان في هنا زيت زيتون كانت هتبقى الصابونه دي بكام موجود هنا بس خفيف شويه اه خفيف شويه الحقيقه م. لكن اللي بيجي بتاع اصلا مهيئ لل للصابون اكتر من اللي هنا يعني انت لو بتعملها لو في زيت زيتون محلي كانت تبقى الصابونه ونص دي بكام هتنزل يمكن 50 قرش او حاجه يا يعني آه. مش, مش مش كتير قوي آه. مش كتير قوي اه, آه. 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 لان الحقيقه مستلزمات العبوات والتغليف والحاجات دي كلها غليت قوي في الفتره اللي جايه اللي فاتت دي مم. يعني مستلزمات الانتاج العلب والتعبئه والحاجات دي كلها زادت قوي في الفتره اللي فاتت وحضرتك شعرك ده بتغسله بالصابونه دي؟ اه ما هفهف كده من الصابونه آه دي؟ اه والله اه ها خدتوا بالكم؟ كله كله ولادي واخواتي وكلنا يعني وجيران وكلنا يعني نورتنا يا استاذ ربنا يخليك ما تحرمش منك ابدا والله ينورتنا ميسي ربنا يخليك ما تحرمش منك ابدا والفت نظر حضرتك ان العبوه البيضاء دي تعبئه محليه وهي هي نفسها نفس الخامه وكل حاجه ولكن في الخارج بيطلبوا العلبه الكرافت دي في بس دي احلى معلش العلبه اه العلبه الشكل ده احلى اه ايوه والشكل ده مغري جدا في المحلات بره بالظبط كده طب ما تعمل لنا منها هنا التغليفه دي بدانا ننزله هنا في المجمعات لو سمحت يعني احنا مش اقل من بره لا لا احنا احسن من بره باليوم بره احنا فعلا بدانا ننزله فعلا بقالنا حوالي سنه وبرده حافظين على السعر عشان ما يبقاش عالي على الناس ربنا يخليك يا استاذ عبد العزيز كتر خيرك شكر جدا مورتين. جدا بينا يا اخي مشكر قوي <applause> قوي رايح الجامعه جديد يبقى قميص من حُزين، أي مناسبة حلوة أو مهمة يبقى لبسك أكيد من عنده، ولما حد يسألك منين القميص الحلو ده ترد وتقول بفخر: من حُزين قبل ما نبقى نهيبة للبراندات الأجنبية وقبل ما نردم على كل صناعاتنا الوطنية، قبل الطوفان ما يجي كان حُزين رمز الشياكة المصرية بيقول لك يا أخي الحاجات بتجيب حاجات يعني ساعات تبقى قاعد بتتكلم في حاجة لكن تستدعي ذكرى حاجة تانية والدائرة كده تكتمل في بعضها يعني قاعدة دلوقتي مع أستاذ إيهاب أستاذ إيهاب حزين واحنا بندور على الصناعات المتفوقه عندنا في مصر طبعا ما كانش يعني ممكن اننا نفوت من حزين او نتخطى حزين حزين ملك التسعينات صح صح ربنا يخليكي اولا انا حابب اشكر حضرتك على استضافه استضافه حضرتك ليا في البرنامج ده شرف كبير لي ان انا اقابل حضرتك واصور معاك بجد يعني حضرتك قامه كبيره والبرنامج بتاعك يعني برنامج جميل وطبيعي ونتفرج عليه كلنا وبجد بنحبه قوي يعني فميرسي جدا يعني تسلم يا حبيبي ربنا, ربنا يخلي ربنا يخلي حضرتك انت اتربيت في حزين ولا ولا اتعمل وانت صبي ولا ايه لا انا يعني والدي الله يرحمه الله اساسا الله. بدا حزين ده بمحل في الشواربي امم وكان بيسافر يستورد اللبس من فرنسا وايطاليا مم. وبعدين لقى الموضوع ماشي بقى في التسعينات كانت التسعينات كانت اللبس لسه جديد في مصر مم. فبدا يسافر يجيب والحاجات تمشي معاه يعني ايه وكدا. اللبس لسه جديد في مصر يعني كنا مش لابسين قبل لا قصدي يعني ايه يعني قصدي <applause> <applause> يعني الوقت ده كان كانت موضه انه إن غالية, آه. آه كان غاليه جدا اه كانت البوتيجات غاليه جدا وال اغلبيه الناس ما تقدرش تشتري منها الا أوه. الناس التوب قوي أوه. او في الوقت ده, ده عشان تعملي حاجه كاجوال لازم تنزلي تجيبي القماش وتروحي للترزيت فاكره حضرتك الايام دي تفصلي القميص او تفصلي البلوزه او كده م. فبدا يجيب السترات ده من فرنسا وايطاليا م. وبعدين لقى العمليه ماشيه فبدا يجيب حاجات ويصنعها في مصر يجيب قماش آه, آه بدأ خد مكان في نفس العمارة اللي فيها المحل مم. مكان صغير كده وجاب مقص دار وجاب فنيين وبقى هو يجيب القماش ويعمل التخطيط ويعمل الحاجات دي مم. ويجيب لهم الحاجة ويقصه ويشتغل مم. بدأ لا العمليه تمشي معاه جامد مم. وكل شويه بدا يوزع على السكيل القريب منه أصحابه والناس في وسط البلد المحلات القريبه بيقلد بقى بيقلد المنتج كان في الوقت ده اه كان بيجيب المنتج من بره يعني مم. يجيب الحاجه من فرنسا او من ايطاليا مم. ويعمل زيها فاكر عليك ايام البلوفرات سان مايكل والحاجات الاوقات آه. دي آه. وكوفيات آه. مايكل جاكسون اه وال... كتير ايوه آه. <applause> فكان بيعمل الحاجات دي وبدا لا العمليه كبرت معاه مم. فراح اشترى ارض وعمل مصنع وعمل سيستم بقى وجاب خبير ابروسي وكان هو اللي ماسك من الانتاج ويعني بدا بقى حسين يبدا بقى يخش بقى ويتوسع ويبقى على سكيل كبير والحمد لله الموضوع كان ناجح جدا معاه لان هو كان كان شاطر قوي وكان عنده رؤيه كان سابق عصره كان بيحب شغله قوي وكان بيحب الموضه يعني كان بيعمل حاجات مش موجوده في الوقت ده ف يعني وخلى بقى مثلا يعني انا فاكره مثلا في الوقت بتاع الشواربي ده انه كان مثلا مركز زي ليفايز في مش عارف ايه في الجينز مثلا فالناس بقى مصدقه انه الليفايز ده بنطلون بيعيش 900 سنه ويحطوه في الشمس عشان يجرب بالظبط ويلبسوه يقعدوا بيه في الميه السخنه في البانيو ايوه ايوه بالظبط الايام دي, دي, دي. دي. ماسك يعني أيوة. كان الصبيان كانوا يشتروا البنطلون ويلبسوه ويحط يملوا البني ويقعدوا في المية كده <applause> ايوه <علشان تصفيق> يلبس عليهم بالظبط ايوه كان ساعتها ال كان ساعتها الماركات دي ما كانش في ماركات يعني مم. كان الليفايز البابل ايزي كانت ماركات يمكن دلوقتي ما الناس ما بتسمعش عنها بس كان اللبس كان ساعتها فهو كان حاول ان هو يعمل حاجه بنفس الكواليتي دي حاجه مصري لان كان ساعتها اللبس زي ما قلت كان غالي جدا المستورد اللي بيجي في البوتيكات مم. فهو عمل حاجه تناسب الشباب مم. وتناسب عامه الناس لا بس هو ابتدى بمنطق البوتيك يعني هو ابتدى بسعره مش مش لا هو هو ابتدى بمنطق البوتيك لإنكم بيجي من فرنسا بس هو لقى لأ ان في ثغره في السوق ان ان ما فيش حد بيعمل حاجه فيها كاجوال وفكر مم. وفاشن باسعار قريبه او اسعار بالزبط. اسعار معقوله ففتح بقى المصنع وبدا حزين اتشهر قوي في الوقت ده م. ويعني لدرجه ان يعني كان اغلبيه الفنانين اغلبيه لعيب الكوره كانوا انا بيقول لك بيقول لك انا جنن البلد بقى أنا, انا بمناسبه استاذ احمد السقا انا جبت البنطلون اهو اللي بثلاث كسر ده البنطلون حضرتك اللي بثلاث كوسر آه. استاذ احمد السقا كان بيتكلم عليه احمد ده البنطلون يا احمد ابقى إيه كلمني والنبي يقول لي ده البنطلون ولا لا فانا بقى مش مصدق نفسي الراجل بلعب كوره منتخب مصر 18 سنه ورجليه مقوسه وبتاع اه جاي من التمرين رايح أعمل مدام ايناس الدغيدي ديسكو ديسكو وانا آه. مش مصدق آه. مش مصدق نفسي يعني آه. فنزلت قلت طب اعمل ايه بقى عشان ايه املى عينيها يعني في محل اسمه حزين الله ايوه كان اول مره اسمه حزين ده حسين ده ليه ذكريات كتير معايا بصراحه وانا كنت ساكنه جنبه ويا ريت بقى ما تشتغلش في المونتاج لان المحل ده غير حياتي يعني <applause> رحت حزين اهم بيجامات كاستور في العالم لا, لا 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 والقمصان الموف المو... 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 البيربل دي المقلمه آه الاسود أي أيوة دي يا خبر ابيض رحت لابويا الله يرحمه قلت له الموضوع مكلف <applause> والمستقبل جاي قال لي عايز ايه؟ قلت له القصه 1 2 3 4 وانا رايح النهارده قال لي ده عند سينما كوزمس قلت له ايوه بعد مسرح مصر عند سينما كوزمس قال لي طيب الموضوع كلفني حوالي 85 جنيه كده 85 جنيه يعني جنيه كارثه كارثه رهيب طبعا نزلت رحت الحسين القميص آه. ده والجبردينه ابو ثلاث كسر عارفه عارفه الجبردينه آه. ابو ثلاث كسر آه. المنفوخ من هنا ده جبت واحد <applause> باجي لا مش باجي جبردين آه. آه. ايوه اللي هو بكسره تعملي بقى. اي حاجه ما الكسره دي ما بتروحش آه. اه ما فيش ما بتتنيش واحده كده سودا فيرنيه بفص <applause> يا ولا خلاص آه. 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 والشراب اللي هو اللي مش عارف يسموه ايه اللي هو الرجل تبقى باينه منه ده مش عارف ابو رقبة واطية بشرب سجاير عايز اعمل فيها فنان وكده فاشتريت علبة سجاير وقمت حاططها هنا كده في القميص عشان يبقى حرفها باين يا ولا ثلاث كسر اهو ما رحت عضلت ابوك في الفلوس الله ورجليه كبيرة ايوه كان زمان حضرتك الموضة كان ليها كان ليها ساعتها كان كانت الموضة زمان ليها كده يعني في كمان في البنطلون ده بص حضرتك كان زمان كان الجيب طول عمر الجيب المايل هو اللي فيه الكسر آه كان زمان الجيب المدور مم كمان بكسرة مم دي موضة التسعينات طبعا انا كست ولا افهم في الكلام ده يعني ما يلفتش نظري انتوا اللي بتقعدوا تدققوا قوي في الحاجات دي عشان لبسكوا يا عيني ضيق أيوة يعني هو كل الجيل بتاع اللي كان في الثانوي في وقت التسعينات وفي وال... وال... الوقت ده عارف كويس قوي البنطلون الجينز الالوان كنا احنا اول ناس في مصر عملنا حاجه اسمها جينز الوان كان ساعتها الجينز ده طول عمره جينز اللي هو الازرق آه احنا عملنا الجينز احمر ونبيتي و... يا واخضر وحضرتك وكانت الناس بتتهافت عليه وتشتريه لدرجه ان احنا يعني كنا في في رمضان مم. في المحل اللي في الشاربي ده مم. الناس كانت بتفطر والناس اللي في المحل الموظفين بيفطروا الناس واقفه قدام المحل مم. لدرجه حضرتك عارف في مره من كتر كنا قبل الوقفه بيومين من كتر الضغط الناس هجموا على المحل كانوا هيكسروا المحل بعتنا اتصلنا بالقسم القسم جه قعد ينظم الناس كان امناء شرطه واقفين بينظموا الناس يمين وشمال علشان الناس هتنقض على على ايه بقى كان موديل جديد كانت فكره انه ملون كان آه ايه كان الجينز الملون ده كان فكره ان الجينز يبقى الوان دي كانت حاجه جديده خالص وانتوا اللي طلعت الموضه ما هي اصلا الـ 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 الشراره موضه يعني او الموضه شراره بالضبط طلعت من عندك الشراره من آه عندكم هو و. والدي كان هو طبعا البدايه طبعا بتبقى من بيوت الازياء في اوروبا آه يعني الاصل بتاع الفاشن بيبقى في مم ايطاليا مم بس الفكره ان مين اللي يقدر عنده الرؤيه انه يقول ان ده ممكن يناسب الشعب المصري؟ هو كان دايما يعني مثلا كان ي... كان هو جريء جدا كان مثلا مره جاب قميص عليه ورق كوتشينه ايوه آه آه يعني ورق آه كوتشينه فكانت آه الناس تقول له يا محسن أنت بتهزر؟ هتعمل قميص رجالي ورقة كوتشينة؟ لون بس ده هيتباع هيبقى. وكان يعمل الموديل ويضرب معاه وينجح وكان عنده رؤية ثاقبة وكان جريء قوي في شغله. في الوقت <applause> ده حسين كان يعتبر سنيه <applause> طب والقمصان المشجرة؟ القمصان المشجرة دي كانت إحنا أول ناس عملناها في مصر. أنا كان نفسي إن أنا أقدر أجيب حاجات بس طبعًا حاجات قديمة قوي دي يعني ما ما قدرتش تشيلوش إن أنا... حاجات من الانتيك اهو مش إحنا شايل دول والله ما بقى في حاجات كده بتبقى بالصدفه لكن مش مم. كل حاجه نقدر ن... نقدر نعملها يعني مم. أه ولكن ان ال... الوالد الله يرحمه كان كان عنده رؤيه ثاقبه جدا وكان سابق عصره وهو كان الموضه اللي عملها هو في التسعينات بترجع دلوقتي تاني زي البنطلون الباجي زي ال... ال... البنطلونات المقلمه باجي راجع تاني؟ اه الباجي تاني حضرتك راجع تاني موضه اه والله فعلا انتوا كنتوا الوحيدين اللي بتطلعوا مش او يعني اكتر أيوة ناس اه كنا بنعمل أه؟ حاجات مجنونه يعني كان زمان كان مثلا أه والدي الله يرحمه كان يدخر الجينز في الجلد في الفرو في أه في وقت كان الجينز ده اللي هو سادة اه مفيش حاجه أه اسمها جينز في الجلد دي مم. اللي يعمل جينز في جلد ده يقولوا عليه راجل مم. يعني مجنون، ايه اللي هيلبس جلد يعني؟ مم. فكان هو جريء وعنده رؤيه و... و... وبعدين بقى اتجهنا فتح المصنع وبدأ يشتغل على سكيل كبير وبقينا نشتغل مع كل محافظات مصر و... 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 وكان بيحب شغله ومن درجة حبه لشغله و... 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 ومركز في شغله، مرة كنت أنا معاه في المحل في شاربي فكان عندي بتاع 8 سنين فقلت له يا بابا انا عايز اروح اكل كان في ساعتها ويمبي فاكر عليك ويمبي بتاع طبعا زمان فرحت رحت كان بالليل وبعدين روح فوالدتي بتقول له امال فين ايهاب؟ قال ايهاب ده انا نسيت ايهاب نسيني في المحل <applause> نسيني في المحل مش جوه المحل بس نسيني في جنب المحل فطبعا قعدت اعيط بقى ساعتها كنت عندي 8 سنين والناس بقى اصحاب المحلات اللي جنبينا قالوا ما تخافش حبيبي وبابا هنكلمه لك مش عارفه ما في موبايلات بقى في الكلام ده كان سنه مثلا 89 ولا طب قول لي ايهاب انت انتوا اشتغلتوا طول الوقت بخامات مصريه تماما قد تكونوا يعني الافكار اخدتوا منها شويه وعدلتوا عليها ومش عارفه ايه طبعاً. وزبونك بتقولي اشتغلتوا مع كل المحافظات في شكل ايه بقى؟ في شكل شباب موظفين يعني ايه نوع طيب. الزبون؟ احنا اصلا بن, بن يعني بن... احنا اصلا بنشتغل ش... رجالي شبابي مم. لغايه اخر التسعينات بدانا نتحول للاطفالي مم. بدانا نتحول للاطفالي لان الوالد شاف ان السوق الرجالي بقى فيه منافسه شرسه جدا وحزين بتاع زمان اللي بيعمل الحاجات المميزه م. اللي كل الناس تقول ده حزين ده حزين م. ما بقتش زي زمان فشاف ان الاطفالي برده ما فيهوش المصانع او الشركات قليله م. وما كانش بي... ما كانش في عرض كافي في السوق فبدا يخش في الاطفالي م. وبدانا نتحول للاطفالي من سنه 97 كده وبدانا نخاطب الاطفال من سن من سن سنتين يعني م. من اول سنتين لسه بيبي لغايه 16 سنه م. اولادي وبناتي وبيبي والاطفالي برضو في ميزه ان يعني الطفل تحب حاجات بسيطه بيحب خامات هي فيها خباثه شويه هي هي مش سهله لا وفيها خباثه ان هو كل سنه بمقاس ايوه <applause> فلو ما كانتش الام عندها سرب عيال بتلبس الصغير حاجه الكبير للصغير بالظبط آه بتغير لازم تغير بالظبط فطبعا في خباثه في شغل الاطفال ده ده حضرتك أطف... أطف... الحاجات الاطفالي؟ مم. مم. اوكي ده كم سنه أرطة. مثلا؟ ده تقريبا عشر سنين امم ده حاجات اطفالي كلها حاجات اقطان الله ده حلو قوي ده ده عجب الله. ناس كتير قوي الموديل ده ها؟ عجب ناس كتير قوي الموديل ده اصله سوفت و أيه. وجميل والوانه رايقه جدا أيه. احنا عندنا في في الشركه احنا اه زمان كنا بنعمل حاجه كوبي لكن بعد التطور في اللبس بقينا نعمل ديزاينز عندنا في الشركه ده ديزاينك ده ديزاين بتاعنا ما هو انا هنا اللي بقول عليه بقى انه م... انه واضح ان في تطور ما حاصل في حته في حته زو... زم... دمج الالوان في بعضها والديزاين بالزبط. لان دي تي شيرت نشوفها بره دي بتباعها بكام دي مثلا تباع مستهلك مثلا في حدود 100 جنيه 110 رخيصة جدا اغلى منها بكتير بتاع شبيهتها بره ما هو ده بقى الفكره الفكره ان ان الحاجه المصري لو اتعملت واتخدمت صح وتسوقت صح هتكسب حت 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 المستورد بكتير يعني موديل زي ده ممكن تشوفيه في اي توكيل ب 400 ب 300 هي كمان الميزه انه الحجم ده مع البنات مش موجود تقعد كذا سنه بالظبط يعني ما ما تحرقوش في سنه بالظبط ديب. وحضرتك الجنسات طبعا يعني الجنسات ده ده حلو قوي ده ده برضو بناتي الله او ده تفرقوش عن بره في ايه ما فيش فرق ما فيش فرق خالص هي بس الناس للاسف احنا عندنا عودة الخواجه شويه ان دايما الناس بتشوف ان الحاجه المصري يا عم ده مصري لكن لا في مصري كويس لا في مصري كويس جدا اهو 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 يعني حاجات كتيره قوي مصري هايله وتقدر انت تباهي بيها بره وتحط صوابعك في عين اللي بره لان يعني راجعوا احنا عملنا كام حلقه فيها منتج مصري والله العظيم انا لو عندي قدره التسويق بره لا كنت هعمل عمايل بس ان شاء الله بصوا هو انا عندك منه كبير ده انا عايزه نعمل لك يا فندم ده ماله نعمل لك فن زي القمر حلو جدا جميل بصي حضرتك كمان ده وبعدين الماتيريال ماله في ايه بصي مثلا ده لذيذ جدا ده ده مثلا ست سنين ما يفرش حاجه عن بتاعها بره لا في الغسيل ولا في الخامه ستريتش بيعيش اه حلو قوي ده بكام ده في حدود 130 120 مستهلك آه. يعني يعني ده بيتباع في المحلات انت ب... بتتكلم عشان انت بتشتغل جمله انت, أنت, أنت عندك كام فرع احنا عندنا فرعين مم. احنا مركزين اكتر في الهول سيل او الجمله اه احنا من زمان شفنا ان التركيز في الجمله و... 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 أحسن و... والتركيز في الصناعه احسن إيه لان التوكيلات كترت قوي و... و... واحجامهم كبيره يعني مثلا محلات محل 3000 متر توكيل إيه. مش هنقدر نفسه بسهوله فاحنا أوه. مركزين بس خل... ال... هقول لك حاجه الجملة. في ناس بتحب جدا ال انها تخش يعني محلات كبيره قوي فيها المحل نفسه يبقى كبير قوي يبقى مول فيه محلات كتير مش عارف ايه وش وكونوا جوه مول أخد يعني شياكه المول مع انه لو لوحده لا صدقني كل حاجه بتتغير في مصر دلوقتي أيوة يعني ابتدت الناس تحب تروح محل مش لازم جوه يعني بضاعه هي اللي بت ايوه البضاعه هي اللي بتشد وبقى عندك ميزه كمان خطيره انه الناس ابتدت تعمل احترام للفلوس اكتر من الاول صح. يعني زمان كان ممكن يصرف جزء من من ثمن الحاجه في المنظره هي مش ثمنها كده يعني البنطلون ده 800 جنيه لكن هو يشتريه ب 500 فيهم صح. 300 منظره صح آه لا النهارده الموضوع مختلف أنتوا فرصتكوا بالظبط ونمره اثنين انه عقده الخواجه ابتدت الناس هقول لك حاجه انت عارف انه كل براند بره او او ديزاينر كبير يوم ما بينزل بيعمل الفاشن شو بتاعه وينزل الموديل بتاع السنة او شغل السنة يومي عارف القرصنة اللي بتحصل لنا أيوة في الافلام أيوة عارفها اللي أيوة. انا دى هتبص تلاقي بقى الصين مطلع نفس الموديل منتاز خافه يعني أيوة. يا راجل ده في الفاتيكان راجل صرف عليه قد كدة وعم بس انت ما بتعملش كده انت بتقدر تعمل ديزاين خاص بيك بالظبط وكواليتي كويسه البنطلون ده يقعد جدا يعني ويستحمل حضرتك احنا الحاجات دي بتقعد يعني الطفل ايه و... بيكبر والمقاس بيصغر والبنطلون لسه جديد لان احنا بنخدم الحاجه م. وبنعمل كواليتي كويسه وبنركز في شغلنا م. بصي حضرتك مثلا دي البنوته الصغيره دي برده ده قميص لطيف جدا اه في براند هارينة حاجات مندي بر بري سيمبل حاجات اهي برضه للناس اللي عايزه شويه شقاوه اه في برضه ناس بتحب الحاجات الشقيه اه هات 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 وريني فرانه بقى طالع موضه الجديد المقطع ماله ده يا سلام حلو جدا وستريتش اهو بس عاداتك الفاشن برضه الحاجات الجريئه اللي فيها شقاوه شويه بلان ايه بتاعتك حتى البرا... ماشي ازاي هتكمل ازاي هكمل البلان بتاعتي ان انا يعني يعني احنا شغالين دلوقتي في الهول سيل وشغالين في السوق المحلي بس دلوقتي احنا يعني نفسنا ان احنا نصدر لان طبعا السوق المحلي بأي دوله في العالم بيبقى ليها طاقه في السوق المحلي وانس الطاقه دي وصلت لها لازم تطلع حاجه اتنين يا يا تطلعي بره مصر يا البراند او الصناعه دي تموت مع الوقت زي ما صناعات كتير كانت زمان و... و طب انت منافس لو طلعت منافس انا لو كسعر منافس بص حضرتك انا كسوق محلي منافس آه. لكن كدولي مش منافس ليه غالي ولا رخيص غالي شويه آه. احنا كنا في معرض في المغرب من شهر مارس كنت انا طالع حزين وبعض الشركات من مصر وكنا طالعين مع الصين ومع الهند ومع باكستان وامريكا كان معرض دولي يعني. الناس بتيجي تتفرج بس يقول لكم اسعاركم غاليه. لان اللعب المحلي غير اللعب الدولي، الدولي دي قواعد تانية خالص. الدولي ده بزنس يعني يعني لو لقى حاجه ارخص 5% هيشتريها من آه. بلد ثانيه. فاحنا بس ينقصنا ان احنا نن... الخامات الانتاج الجمارك تقل عليها شويه بالذات للمصانع مم. لان احنا في مصر للاسف كل حاجه داخلها مستورد يعني القماش الغزل بتاع القماش مستورد مم. لان الانتاج المحلي في الغزول ما بيكفيش الصناعه السوست مستورده الطباعه الاحبار اللي بتخش في الطباعه مستورده فاحنا مم. دايما كل حاجه فيها حته مستورده مم. مم. لو الدوله تخفف الجمارك شويه على الحاجات اللي هي للمصانع دي هنشتغل كويس وهنقدر نصدر وإن شاء الله يعني إحنا كلنا نتمنى الخير لبلدنا ونتمنى إن إحنا نطلع برة مصر و... ودي حاجة تبقى يعني كويسة إن هنشتغل يعني... على فكرة على كده لا يقولك. إن شاء الله هنشتغل تعالى إن يعني إيدنا يعني... في إحنا من إحنا شغالين جدا في برنامج صحة السعادة على الكلام ده وكون إن إحنا بنعمل حلقات دي مش بس علشان نستعرض جودة منتجاتنا في مصر ونشجع المصريين يشتروا احنا مع حاجات كتيره قوي بنشتغل على انه نطلع بره ونتخطى العقبات دي لان احنا عارفين بره الحاجه شكلها ايه وعارفين احنا طاقتنا شكلها ايه ومواهبنا شكلها ايه وامكانياتنا شكلها ايه ونقدر ننافس ازاي لو زللنا شويه حاجات بالظبط بفيجن بعيد شويه وانا اتمنى ان الدوله تقعد مع الصناع خاصة الشباب يسمعوا منهم م. اكيد عندهم وجهه نظر افكار خارج الصندوق صحيح. افكار مبتكره. يا عم كل الناس بره الصندوق يا رب حد يخش <applause> جوه بس ده فاضي الصندوق عايز حد يا جماعه حد ايه؟ كله نط بره الصندوق. نورتني قوي يا ايهاب. متسير. انا سعيده بالمنتج ده انت لابس حزام. اه كل. لابس حزام. حلو جدا. ربنا يخليك ميرسي يا فندم وانا اتشرفت ان انا جيت لهنا وبرنامج جميل ويا رب ان شاء الله يبقى دايما كده احسن برنامج في مصر. ربنا يخليك حبيبي نورتني. ميرسي. مركز تحديث صناعة بيقدم خدمات بتعني بإعلاء القدرة التنافسية وتطور المجتمع الصناعي. كل المشروعات الصناعية احنا بنخدمها كان عن طريق توجيه خدمات للإدارة الجيدة، للإدارة الشاملة، للجودة، للتدريب، للخدمات المالية. بالإضافة لوجود بعض الخدمات المتخصصة اللي بيقدمها المركز بتتمثل في وجود خبراء من داخل مركز تحديث الصناعة. علشان يقدروا يضيفوا قيمه للبروسيس بتاع كل المصانع الدعم المقدم من مركز تحديث الصناعه بيتمثل في توجيه الخدمات الدعم الفني للمؤسسات الصناعيه اللي موجوده على مستوى الجمهوريه عن طريق 19 مركز اللي بيقدروا تحت اداره المركز الرئيسي اللي موجود في القاهره والدعم ده بيتمثل في توجيه خبرة لتحسين الاداء في مجال من المجالات اللي قلناهم قبل كده والمركز بيتحمل من 80 ل 90% من تكلفه الخدمه دي كل على حسب المناطق اللي موجود فيها المصانع. البرامج التدريبيه هي مرتبطه ارتباط اساسي بالتقييم الاولي اللي بيتعمل للمؤسسه الصناعيه وعلى اساسه احنا بنعني في الاساس بقدره العاملين داخل المؤسسه الصناعيه على الاداء بشكل عالي. فاحنا بنحط برنامج للتدريب، البرنامج ده بيطبق على حسب الخدمة المقدمة ليهم، كانت في مجال الإدارة أو الموارد البشرية أو الجودة أو الإنتاج نفسه أو التكاليف، الخدمات المالية أو خدمات متعلقة بأداء المؤسسة ككل. لكن في الاساس هي الفوكيشنال تريننج او التدريب المهني للعاملين هو التدريب الاساسي اللي بيعني بيه مركز الصناعه. في علاقه وثيقه ما بين خفض التكلفه وزياده المبيعات لان احنا النهارده في مجال التنافس اللي موجود داخليا او خارجيا قيمه المنتج اللي بيباع ايا كان المنتج هو تنافسه من خلال الجوده بقى عالي جدا وفي الاخر الكلمه الاخيره بتبقى للتكلفه بتاعت المنتج او سعره اللي مطروح لما بنحسن من الاداء المالي او نخفض التكاليف الانتاج جوه المصانع فاكيد المنتج بيطلع بسعر منافس يقدر يخلي فيه تنافس على المستوى المحلي او على مستوى الفرص التصديريه اللي موجوده اللي بيعني بيها برضو المركز بشكل جامد جدا مهندسه ياسمين الورداني حضرتك صاحبه مكتب بقالك فتره عندك ذوقك الخاص وتوقيعك الخاص وبراندك الخاص طيب اما النهارده تحديث الصناعه بتلجا لك علشان تجمل بيكي البحث عن الطاقات الجديده و... ويبقى في كمان بروفيشنالز في ناس محترفه م. وناس ليها توقيع ممكن يبقى براند عالمي قدام يعني اذا ما كانش لسه بقى براند كويس فحضرتك داخله كمهندسه ديكور ولا مع الحرفيين بشكل يعني منضمه للحرفيين؟ انا اصلا مع الحرفيين عشان بهتم بالتفاصيل والحاجات الحرفيه اللي فيها يعني هاند كرافت يعني بالهاند كرافت سيكتور اكتر من اللي هو مع اكتر من الاساس نفسه فالحلو ان احنا بنتعرف على بعض يعني تعرفت على ناس كتيره يعني بيعملوا حاجات مختلفه م. ناس بيشتغلوا في الزجاج مثلا ناس م. في المعادن فلما نتقابل مع بعض ممكن نطلع حاجات جديده يعني م. ادخلها مثلا في الفرنتشر عندي في الاساس م. فزي مثلا الست اللي هنا ده دخلت برضو متل يعني حاجه ستينلس uh, في النص اللي فيها في السيت بتاع الساي تيبلز انا جبتهم معايا دول حلوين قوي الاثنين دول فبحب ادخل مع يعني خامات مختلفه ف طب قولي لي الفكره مم. دي مثلا ما هياش كومن يعني ما تلاقيش حاجات اه في ناس بتعمل ترابيزات بتخش آه. بعضها وارتفاعات مختلفه بس آه الديزاين ده مثلا دماغك كانت بتفكر في ايه؟ هو حاجتي عامة يعني مودرن بس فيها دايما حتة عربي يعني بستخدم مم. موتيفات كتيرة عشان عملت دراسة في الإسلاميك أرت أن Architecture ماجستير فيها يعني مم. فبحب أدخل موتيفات يعني عربية عشان أدي المنتج طابع كده يبقى حاجة ليها أيدنتيتي طب ارتفاعات مثلا ترابستين مقصود آه. بيهم إن هم يخدموا إيه؟ إن هما يعني يخشوا جوا بعض ما ياخدوش مكان كتير طبعا هل مثلا آه. إنه لو أنت قاعدة على الأرض بتعملي فنجان قهوة تاخدي تسحبي الوطية آه. طبعا أكيد يعني آه ده آه نوع طبعًا. التفكير ده أكيد آه. طيب معلش الترابستين المدورين دول اللي, اللي ليهم طبعا استخدام ما يطرقش على بالنا إحنا قوي بالذات الشيالة اللي مم. أنت عاملاها في النص إحكيها لي مم. ما دي برضه حركة كده عشان تبقى سهلة للشيل اه عشان هتبقى آه. سهله يعني ممكن آه. كده اشدها على طول جنبي يعني بس ده دليل انها خفيفه جدا اه هي خفيفه لانه مم. الشياله ممنوعه مم. خالص آه. يعني ما لو... هي جلد فهي آه. وحاولنا كمان ندخل فيها كده حته الازاز عشان تبقى آه. حاجه حركه كده دلع يعني شويه اه بس والكف والكف برضه يعني برضو ممكن واحد يحط يشدها كده بسهوله يعني اه و... فهي لذيذه يعني واحد ياخدها آه. جنبه ويحطه في قهوه عليها مثلا م. او هنا ممكن كتاب برضه يقف يعني آه. بحب الحاجه يبقى ليها استخدام آه. ليها استخدام وفي نفس الوقت يبقى فيها فيها شكلان يعني. طيب بتق... بتكوني موجوده في كرييتيف ايجيبت والناس بتشتري لا تشوفي لا مش كتير لا مش صراحه كتير. لا انا بيبلغك م. مثلا نوع الزبون اللي بيحب حاجتك المتفرده دي أكيد طبعاً نوعه أو. إيه؟ آه لا بيحكولي بيحكوا لي يعني إن هو كلاينتس آه ظريفة يعني إن هم لا يعني مثلاً أصل الكف ده بالديزاين بتاعه ده م. ده عايز حد قاعد بشكل معين وبيقرا حاجة معينة أو م. بيشرب مج مش عارف إيه معين م. ما هواش ست بيت قاعدة عايزة حاجة أو أو ما هواش راجل كبير مثلا وبيقعد مم. قاعدة واطية فمش عاوز يعمل ايه فعايز يمد ايده كده مثلا يعني بتخيل آه. نوع الزبون اللي بتعجبه الحته مم. طيب الكريشن عندك رايح فين تاني غير في الحتت الصغيره بتعملي اساس وبتعملي افكار كتير احنا بنعمل بيوت يعني من اول الاخر يعني ك كتصميم بنعمل بيوت من من اول المحاره لغايه اخر حاجه يعني بالاضاءه بالحاجات بالسجاجيد كل حاجه يعني والله العظيم اه ده في المكتب بتاع حضرتك ده في المكتب والمكتب في نفس الوقت في شو روم صغير يعني في آه. عندنا فالحاجات بنحاول دايما تبقى هي فيري براكتيكال يعني تبقى مم. ليها عمليه جدا, جداً مم. وليها استخدام كويس مم. فهتلاقي حتى في الاماكن الصغيره بنحاول نستغلها كويس يعني مم. عندي مثلا وحده كيتشنات كده تفتحيها تلاقي جواها فيشه تحطي فيها كاتل على طول وكوبايات ف... مطبخ صغنون بتاع القوه زي اللي بيبقى في السويتات بتاعه الاوتيلات دلوقتي كده اه كده حاجة زي كتب. في آه. عين تطبخي وفي صحود قد كده آه. وش كده بس في نفس الوقت انا بموت بنحاول. في الحاجات دي آه بنحاول آه. برضو نخليها على شكلها حلو يعني ليها مثلا مقبض قديم آه مع انها يعني مودرن جدا بس ليها مقبض في حفر في شغل يدوي يعني ما هو ده اللي انا عايزه اوصل له بقى طبعا آه فكره انه يبقى في كيتشنت او مطبخ صغير متنقل او يعني تقدري تحشريه في اي حته م. دور فوقاني في فيلا مش عارفه ايه ورده م. اللي مش وارد هو التصميم اللي جوه م. والتاتش العربي والامضه بتاعتك م. يعني انا معنيه بانه زي ما احنا بنشوف كده كريستيان ديار مش عارفه ايه في في امضه في براند في سينيه يعني توقيع فاحلم انه انه ممكن زبون يقوم داخل كريتيف ايجيبت كده في عمر افندي فيلاقي مثلا المهندسه ياسمين ويلاقي البنات ويلاقي البرودكت كله فممكن اقول لك البيت كله من كريتيف ايجيبت وعايزه عليه ختم مصر مم كله مم مم يتحقق الحلم ده؟ يا ريت طبعا البيوت مم. اللي اوضه اه شفتيها دي؟ اه اه فظيعه حاجات بتفتح وبتقفل اه و... كدة كده ينزل السرير خلاص آه. قامت من النوم السرير يرجع مكانه الدولاب مش عارف ايه الترابيزه الاكل تتفرد و... الافكار دي اعتقد اننا ابتدينا نحتاجها ونؤمن بيها والناس يعني... بتحبها كمان يعني مش آه. بس عشان حتى الناس اللي عندهم مكان بيحبوا آه. دايما اللي هو يبقى فيها فيها حاجه كده تفتحيها تلاقي حاجه جوه حاجه مش مش متوقعاها وكده فهي حتى فيها دلع يعني ناس بتحب طيب احكي عن العماله اللي معاكي انا اكتر شغلي بشتغل مع ورش يعني برتاح معاهم اكتر من المصانع عشان حاجتي احنا بنعمل انتاج مش كبير قوي أه ودايما فيها حاجه حرفيه يعني عامه بيبقى فيها مثلا جزء صغير فيها حفر موتيب عربي او حاجه زي كده فشغلي كله بيتعمل في ورش ورش مختلفه وال... والفنانين اللي في الورش بيكتروا ولا بيشحوا بيقلوا بيقلوا طبعا فعايزين نحافظ عليهم يعني مم. وكل ورشه فعلا مش بشتغل مع ورشه واحده كل واحدة ليها ميزه في حاجه معينه يعني في ورشه مثلا تطلع لي شغل حلو قوي في مثلا دهانات او لو فيها مم. اي فينيش ميد انتيك الحاجات اللي موجوده دلوقتي مم. اللي هي مثلا حاجات بيضة واخده بالفرشه الوان كده مختلفه عن ورشه تانية اللي هم شاطرين قوي في في الحفر مثلا وكده ف يعني حاسه ان من خلال تحديث يعني اللي هو مم. تحديث الصناعه قادرين يجذبوا الشباب تاني او الناس تاني الحرفيين لانهم يرجعوا للمهن اللي كانت هتنقرض دي ولا في صعوبه ولا ايه؟ هم بيحاولوا اكيد يعني هم فعلا بيحاولوا بس الموضوع طبعا مش بالسهوله دي هو صعب يعني آه وهياخد وقت يعني ده اكيد. نورتيني نور طيب الدنيا الله يخليك شكرا شكرا قبل الكون ما يكون موجود كانت الدنيا فراغ فراغ صعب تستحمله العين عشان كده اعتقد خلق ربنا مهندس الديكور يملا الفراغات ويلون الكون ويخلي المساحات اجمل والتفاصيل احلى كل سنه بتعدي شمعة بتطفي وكل ولي له شمعة ولكل قديس شمعة وفي كل خطوة شمعة شمعة بتتحرق عشان تنور لنا شمعة بتتعمل بحب وفن مش بس علشان شكلها يبقى حلو لا عشان وهي بتتحرق تفكرنا باللي راح مننا وتخلينا نفكر في اللي جاي مش معقول الجو الرومانسي اللي احنا فيه ده جميل جمال ملوش مثال احنا قدام شغل خشب ازاز وشمع وشمع مطعم بحاجات كمان كتير قوي فمعانا اسلام حامد وايهاب حسن هنبتدي بالشمع قبل ما يسيح ان شاء الله <applause> انا عارفه ان انت المصنع اللي انتو عاملينه ده من تصميم وابداع السيده الوالده السيده منال القرشي وان هي حطت في دماغها يعني تارجت معين وهي بتعمل الشغل الشمع ده مش عارفه اسالك يعني عارف هي ابتدت الهوايه دي ازاي ولا ايه بص هيك هي المجال الشمع مثلا ابتدى معانا في ان هو في مصر جديد <applause> فللأسف احنا كمصريين ما عندناش الثقافه بتاعه الشموع مم. عكس بره، بره الشموع دي حاجه مهمه قوي قاسم مشترك بالظبط زيها زي الاكل والشرب حتى كمان. اه فاحنا من النقطه دي ابتدينا ان احنا نتحرك ان احنا لا احنا عايزين نخلي اه نخلي ال اه يعني كبلد البلد اللي احنا فيها تبقى فيها الثقافه دي مم. بس فمن هذا الاساس ابتدينا ابتدينا في مجال الشموع ابتدينا ان احنا نطورها ابتدينا ان احنا ندخل فيها حاجات نحاس شغل يدوي ابتدينا ندخل فيها خشب انا ده اللي عاجبني قوي انت انت بس يعني مخليني افتكر حاجه غاليه وعزيزه عليا قوي ان احنا عشنا بره في المانيا شويه انا واسرتي يعني فامي فجاه كده جات لها ما او شافتها في حته او حاجه اي ازازه اي ازازه توصل للجمدانه الكبيره دي م. وتقعد طول ما هي فاضيه بتطبخ بتعمل مش عارفه ايه مولعه الشمع العادي ده م. وبتنقطه تنقطه دموع, تنقطه. دموع 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 تخلص شمعه حمراء شمعه خضراء شمعة تنزل بقى تشتري وتقعد وتقعد الازازه معاها مثلا ست اشهر بتاع تبص تلاقي في الاخر هي جبل من الدموع الملونه كده خدت شيب تاني كمان للإزازة م. وآخر حاجة كانت بتعملها كانت جمدانة كبيرة قاعد تشتغل فيها حاجة on the side كان حب الشموع وحب إنه على السفرة يبقى فيه شمع والع وبتاع الإحساس ده جايلي دلوقتي بس أنت كمان مجملينه بذكريات معينة يعني دي أم كلثوم صح؟ دي أم كلثوم مظبوط وهنا إيه شادية؟ دي آه ش... آه لا ليلى مراد مراد لا وستيفان روستي طيب ده ما يخصنا دي الحاجه <applause> حاجتنا اه لكن هنا انت بتخاطب الغرب دي بقى دي بالظبط مع العلم انا عايز اقول لحضرتك يعني في دي درويش دي رقص التنوره اه دي حاجه من الحاجات اللي الى حد ما هقدر اقول لحضرتك ان هي ممكن تكون صوفي شويه اه ااا آه ف بس الفن ده واصل يعني انت احنا بنستعرض بالفن ده على الاجانب يعني دي تصدير اجنبي آه بالعكس على فكره في ديزاينات كتير جدا مش بس آه مش بس ديزاينات آه صوفي او اي حاجه لا بالعكس ده في حاجات اسلامي في حاجات مودرن في حاجات اورينتال انا عاجبني انا عاجبني الارابيسكات دي انا عاجبني دي دي عملتوها ازاي دي ده, ده خشب دي على فكره ده خشب زين كمان اه دي معموله يا دول العاشق والمعشوق دي بتتركب بالواحده دي حاجه من الحاجات المميزه جدا آه احنا كشركه بشكل عام آه في حرفين شغالين معانا مخصوص هم مم. اللي بيعملوا لنا الشغل ده أه لان احنا عندنا وجهه نظر ان للاسف في مصر ابتدت الحرفه تقل قوي مم. الفتره اللي فاتت دي مم. فاحنا مش عايزين الحرف الجميله دي يعني تندسر طبعًا, طبعا لان في حاجات تحفه لا وفي حاجه يعني انا عشان اتكلمت شويه مع السيده والدتك مم. يعني الباشن اللي عندها الغرام اللي عندها بالصنعه وبالمهنه وال... وعندها باشن تاني كمان عندها عشق للجماليه مش عايزه الجماليه حي الجماليه البيبان ال... ال... والشبابيك والحاجات دي بتبقى آه والورش اللي فيه والصنايعيه وال... يعني عندها غرام خاص بيها صح. والفنون دي ما ينفعش الا بالغرام لازم تكون مغرم مش كده ولا ايه يا طبعا طبعا فطب دي مثلا احنا دلوقتي بنتكلم في شمع عشان الناس بتبقى فاهمه اللي والع هي الكوباية, الكوبايه اللي جوه الكوبايه اللي جوه الكوبايه الداخليه طيب. الهيت والسخونه اللي طالعه من الكوبايه ما تاثرش على لا بودي طبعًا. الشمع لا انا هقول لحضرتك قولي. لي آه. آه نفترض ساي ان الكوبايه اللي جوه بتحرق 2 انش او 3 انش حواليها شمعه زي دي الكبيره المقاس الكبير دي معموله 8 انش مم. فطالما هي محطوطه في النص النار بقت بعيد كفايه عن جسم الشمعة ان هي تاثر فيها مم. وكذلك بقيه الشمع ده كله طيب طبخه الشمع يخليها تعيش قد ايه؟ تقاوم بقى طلعب. الجو والتراب وال... بجد هقول لحضرتك أم... معظم الناس عندها خلفيه عن الشمع عامه ان احنا بناخد القوالب ناخد السوري الخامات بنسيحها نحطها في قوالب تطلع الشمع مم. احنا لو عملنا كده حضرتك هتبصي هتلاقي الشمع عباره عن نقط نقط سودة بقليل مم. الشمع بيدوبك أول ما بتتعمل بتلاقي تراب مع الوقت مم. هتلاقي منظر غريب جدا فيها, مم. فيها خطوط تقبل مش كلير تماما مم. لكن احنا بنعمل حاجه احنا بناخد الخامات وبنسيحها وندخل فيها اضافات كتير جدا قبل كده بنحط بندخلها في مراحل تكرير كتير جدا مم. عشان تطلع بالكواليتي اللي حضرتك شايفاها دي شمعه زي دي كبيره دي بتتولع بتي لايت كاندل الشمعه دي 60 صندي مم. وزنها 20 كيلو مم. في حاجه زي دي احنا عملنا الشمع ان هو يبقى قطع ديكور ما بقتش شمعة تتولع وتترمي مع الوقت م. غير ان احنا كمان عاملين للكاستمرز بتوعنا عامة بشكل عام لو لا قدر الله شمعة وقعت اتخبطت حصل لها أي حاجة طيب نعمل من. له جرانتي ان هو يجي يدي لنا الشمعة ونديله واحدة جديدة ما بيدفعش ولا جنيه بي مين اللي مقبل على شراء الشمعة دلوقتي؟ ال, ال ايه؟ أه هقول لحضرتك على حاجة أه في مصر دلوقتي أه بقت بي ايه وبي كلاس اه هما اللي دلوقتي بقوا يشتموا يعتنوا ان هما يبقى عندهم شمع بالظبط يحبوا لان احنا كمان الشمع دخل في افراح وابتدينا ندخل الموزايك فيه ودخلنا دخلنا حاجات كتير هنا بصها معمول حلو ازاي ده إيه ده ايه ده مش ده ده ده, ده خشب اه وده داخل فيه صدف ده, ده صدف ابيض الصدف اه فدي حاجه من الحاجات المميزه جدا استفدت ايه من تحديث الصناعه؟ استفدنا ان احنا الفيدباك من الكاستمرز pues بتيجي الشمعه بتاعكم حلوه جدا انا اشتريت شمعه من عمر افندي وجربتها وعجبتني جدا وكنت حابه ان انا بدور على السورس بتاع الـ الـ الشركه اللي بتعمل الكاندلز دي لان انا الكاستمرز حابب دايما ان هو يشوف الجديد ويعرف ايه الايتيمز إيه الجديده اللي شكل البديع الحقيقه جميل جدا <تطق eines> ضعيف لدرجة الكسر بس قوي لدرجة الصمود الإزاز تحسه ما بين الاتنين في خامته ضعف بس في جماله قوة والإيد اللي بتتعامل معاه لازم تتعامل معاه بحب حب يحتوي ضعفه ويمنعه من الكسر حب يقويه ويخليه غير قابل للخدش الاستاذ للاستاذ ايهاب صنعة دي احنا قدام فيها ان شاء الله لكن التطوير يعني انا شفت كتير تمام الديزاينز ال دي جديده عليا كلها بصراحه فقول لي انت انت ايه بقى ابتديت ازاي وايه وحضرتك البدايه كانت اللي هو الشغل اللي هو كان متدارك اللي هو البرفيوم الصغير وكده آه. وبدانا ايه نطوره بقى شغل الفازات والاباجورات والاويل لامب وبونيره مثلا في اللمبادير ده حضرتك طبعا ده كله شغل يدوي نفخ يدوي كله يعني عباره عن مواسير حضرتك مين اللي بينفخ؟ ايه العامل يعني العامل و... لازم ها؟ اه لازم كلها حضرتك لازم أوه. نفخ بشري كله يدوي بشري. اه ويكبر الكوره لحد كده؟ لحد كده حضرتك كلها يدويه حضرتك اه وعلى ده حرارة انا مغرمه بالشكل ده جدا جدا ده مغري جدا الازاز وهو بيسيح وبيتنفخ ما ده ويبقى... حضرتك ازاز بيرس حضرتك بيتحمل درجه حراره حوالي 570 درجه اه ماشي حضرتك بيتحط في في الفرن على يعني اساس الالوان دي اصلا بتبقى ثابته يعني على حوالي 570 درجه اه وبالنسبه حضرتك ده ازاز ازاز حراك حضرتك اه ده ازاز مضلع اصلا داخلي وكده اه في ازاز ساده الجزء اللي فوق ده حضرتك ده ازاز ساده يعني انت ما تقولي ازاز بايركس بس بتنفخ برضه اه حضرتك اه ايه اللي آه. مخليه آه. با... يعني ايه الف... عباره حضرتك عن مواسير حضرتك اه وبيبدا هو العامل يعني الفني بيسيحها آه. وبيبدا يس... ن... احنا بندي له تصميم شكل معين وكده ويبدا ينفخ الشكل اللي احنا بدهوله له حضرتك امم طب وال, وال... انت في حته فيها ثلاث تلت... أبو ال ال التلات قوارير السوداء دي مثلا اه دي برضه حضرتك اه هم بيب... متفرقين اه بس هم يعني التلاته آه. توينز يعني اه, آه دي حضرتك برضه كله شغل يد وحضرتك بيبدا هو ي... نسميها حاجه اسمها كنيش يعني حضرتك يبدا آه. يسحب الماسوره رفيعه خالص كده ويبدا ايه ينقر بيها مع آه. الايه مع النار وكده طيب والحاجه اللي ليها هات سودة دي البرنقه دي حضرتك دي حضرتك اباجوره حضرتك آه, آه. دي برضه كله ما آه. دي اباجوره والكاسه الكبيره اباجوره دي اباجوره حضرتك اه ودي حضرتك ديكور يعني وكده آه. اه طيب ودي ايه لمبه جاز لمبه جاز حضرتك برضه اه تحط فيها لمبه عادي وكل حاجه وتشغل حضرتك برضه الله والحفر اللي فيها ده حفر يدوي برضه على حجر جلخ وكده حضرتك دي بكام اللمبه اللمبه دي بحوالي 475 بحته النحاس اللي ورا دي وكل حاجه آه. طب والعمود ده حوالي 2750 ليه بقى؟ ايه؟ تقله ها؟ تقله مش كده؟ اه فيها كذا كذا قطع حضرتك وكده اه وطيب الكاسه الكبيره الاباجوره دي حضرتك؟ اه دي حضرتك 375 طيب احنا آه. بنتكلم في أسعار, اسعار معقوله يعني مش لطيفه آه. جدا طيب التصدير بيروح فين بتعمل ايه بقى في التصدير؟ هو معظم شغل حضرتك تصدير بره اوروبا وامريكا وكده كويس وفي شغل الحمد لله داخل مصر يعني ها. مكاتب الدكور الحمد لله يعني شغالين كويس معاهم كتير جدا مم. يعني على أه. احنا برضه حضرتك بنعمل برضه نجف برضه حضرتك اه طبعا اه اه طب لما بتطلع بره في معارض ايه اكتر حاجه الاجانب بياخدوها؟ ايه حضرتك اللي هي الحاجات اللي هي الدكور اكتر من الاباجورات وكده يعني الاورينتال آه. اللمبه مثلا لمبه الجاز مثلا بتاخد آه. اي حاجه ليها صفه شرقيه آه. مش كده؟ طبعا بيحبوا الشغل يدوي وطبعا الشغل استنبط ما بيحبوش خالص طبعا انهي فيهم اللي يدوي؟ وانهي كل السطنبات؟ كله حركة يده. كله حضرتك يدوي كله يدوي مش كده؟ كله اه انا سعيده جدا والـ والـ حركة. والـ ودي حركة. ودي حضرتك اه عباره عن بنعمل لها حروف حضرتك وبنصنفرها برده مكن نصنفرها شغل يدوي برده بتدينا ال ادي إيه بقى نعتبرها هي اباجوره كده يعني تحط سايد آه لامب آه كده حاجة آه تمام ممكن تتحط في ايه يعني تبقى في فرق كده يعني اه برضو فكره انت لذينه جميله انا والله العظيم سعيده بيكم جدا وشايفه انه الصناعات بتاعتنا انا على فكره ولا بعمل لكم دعايه ولا اي حاجه لانه انتوا مش محتاجين يعني انتوا مش مح او مش مش, مش بنفخ فيكم يعني الحاجه حلوه قوي الحاجة حلوة قوي وتستاهلوا كل المديح اللي انتوا بتسمعوه هنا او بتسمعوه برا حكاية بس ان انا بحاول ان كلنا نبقى عارفين احنا عندنا ايه ثروات يعني احنا كلنا المصريين نكون عارفين ان معانا ناس بتعمل شغل احنا من بتاع برا مئة الف مرة الابداع اللي احنا بقى بقالنا شوية فيه ده كله صنع في مصر صناعة مصرية اصيلة يدوية يعني عزيزة وغالية نورتوني تحياتي للوالده هي مسافره بس يعني انبسطت ان انا سمعت منها قصه حبها وعشقها طبعا ليك ابنها ولل وللصناعه بتاعتها استاذ ايهاب تسلم ايديك نورتوني ويا رب دايما ان شاء الله باذن الله باذن الله شرفنا حضرتك ربنا الله